متابعي النهار والنهار العربي في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الحوار. اليوم نتحدث عن الحرب في الجنوب اللبناني، عن حرب غزة، ولكن تحديد عن الجنوب، الخسائر المادية، الخسائر البشرية، الخسائر التي تطال، كذلك الاقتصاد اللبناني. ما هي جديد الأرقام؟ ما هي آخر الإحصائيات في هذا السياق؟ يسرني أن أرحب في استديوهات النهار العربي في بيروت بالباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين. أهلا وسهلا بك. مساء الخير لك وللمشاهدين. أهلا وسهلا. إذن أزيد من 200 يوم على الحرب في غزة، والحرب التي طبعا يعيشها سكان الجنوب اللبناني، ما آخر الأرقام التي سجلتم بشريا بداية؟ طبعا اليوم نحن بعد مرور 200 يوم على الحرب بالجنوب، الخسارة الكبيرة هي الخسارة البشرية. عندنا لحد الآن 379 شهيد، الأكترية هن 280 بحزب الله، 84 من المدنيين، 18 لحركة أمل، 9 بالهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، عندنا 7 بالهيئة الطبية الإسلامية اللي سقطوا بالهبارية، 3 للجماعة الإسلامية، شهيد للجيش، شهيد للحزب السوري القومي الاجتماعي، و3 شهداء لكشافة الرسالة الإسلامية، و3 للجماعة الإسلامية. فعمليا بيطلعوا الحصيلة 379، هاي الخسارة البشرية اللي عم تسقط كل يوم، وهذا الرقم مع الأسف مرشح للارتفاع كل يوم، خصوصا مع زيادة حدة المعارك واستهداف أشخاص ومنازل وسيارات معينة، بالتالي بصير وكأنه هناك قتل عمد لهالأشخاص هودي. نعم، نحن عم نحكي عن شهداء. طبعا الجرحى، هل عندكم أرقام؟ لا، لأنه هلا لحد الآن نحكي عن 1200 جريح، يمكن في حوالي 100-120 بعدهم بالمستشفيات أو يتلقون علاج مستمر، والبقية كانت جروحهم الحمد لله بسيطة جدا وغادروا وعادوا إلى حياتهم وعملهم الطبيعي. لذلك أنا عم أقول إنه القصف عم يكون أو قتل، أو اللي عم ينصاب بيكون بطريقة غير مقصودة لأنه انضرب محل راح شهيد فأصيب عدد منهم. نعم أستاذ محمد شمس الدين، يعني وآخر شيء اللي سقطوا مبارح من المدنية سيدي وبنت خيار طفل اللي عمره 11 سنة. نعم. يعني كمان في أعداد، وشفنا المجزرة اللي صارت ببداية الحرب بعينات اللي راحوا كمان صبايا وأطفال. إذن هذه الخسارة الكبيرة اللي عم نشهدها نحن بالجنوب هلا حتى هذه اللحظة. إذن 379 شهيد مسجلين حتى الآن. نعم. عدد الجرحى يفوق 1200 بس طلعوا تقديريا. نعم. لم يعد أستاذ محمد شمس الدين، عندما نتحدث عن الخسائر البشرية لا نغفل طبعا موضوع النزوح. أيضا النزوح يعد من خسائر هذه الحرب، من تداعيات هذه الحرب، كذلك هل هناك أرقام لديكم في الدولية؟ طبيعي اليوم القصف عم يطاول بشكل أساسي 45 بلدة ومدينة بالجنوب، بحيث وصل عدد النازحين من هالقرى هيدي ل 90,500. هلأ ما في عنا مشكلة نزوح قوية، لأنه في عنا بس 1300 هني بمراكز إيواء، يعني ما كان عندهم محل يروحوا له، والبقية إما كان عندهم بيت بمحل تاني، أو عندهم مصاري استأجروا بيت بمحل تاني، أو عندهم أقارب وأهل وأبناء وأولاد عم وغيره بمحلات تانية قدروا ينتقلوا لإله. يعني ما عنا 90,500 موجودين بأماكن إيواء، لا بس حوالي 1300 بمنطقة صور تحديدا، هودي اللي ما عندهم محل يروحوا له فبعدهم موجودين بهالأماكن الإيواء هيدي. نعم، واللي بقوا صامدين بأرضهم بالجنوب اللبناني، هل باعتقادك بعد عندهم القدرة أمام هذه استمرار هذه المواجهات؟ يعني ما المعطيات؟ هلا طبعا بهذه القرى المستهدفة صار الأعداد الموجودة هني بينعدوا على أصابع اليد، نسبة تقريبا ما عندي، لا أقل. هلا بيطلعوا بالنهار بالليل، أكيد في كتير ناس ما عم تتواجد، وبالتالي فينا نحكي عن فراغ تام بهيدي القرى اللي عم تتعرض لقصف مستمر في 3-4-5 بيوت، 10-20 فرد، فنسبة أقل من 10% البعدية موجودة بهذه القرى اللي عم تتعرض لقصف مستمر. نعم، إذن أستاذ محمد شمس الدين، الخسائر البشرية، نحن نتحدث عن الشهداء، ذكرت العدد هو 379 حتى هذه اللحظة. طبعا هناك 90,500 من النازحين، ولكن ليس كل هذا العدد طبعا موجود في مراكز الإيواء، كما ذكرت هناك 1300 فقط في مركز الإيواء، في عدد مراكز في سور. نعم، تحديدا في سور. ننتقل الآن للحديث عن الأضرار المادية. طبعا بيوت دمرت وهناك أضرار مادية كبيرة، ماذا سجلتم بهذا السياق؟ عمليا هناك 1700 بيت دمار كلي، يعني لم تعد صالحة للسكن. هناك 1500 دمار كبير أو جزئي، وفي عنا حوالي 4000 منزل
دمار بسيط يعني إزاز أو حائط أو عمود أو شيء يعني، بالتالي المساكن هيدي بعدها صالحة للسكن. أما 3200 فهني لم يعودوا صالحين للسكن. في عنا طبعا حوالي 27 مؤسسة تجارية أو صناعية دمرت، وعنا بعد لحد إسا التقديرات الزراعية غير نهائية لأنه ما صار فيه مسوحات، لكن هناك المجلس الوطني للبحوث العلمية قدر أنه المساحة المحروقة هي 10 ملايين متر مربع من الزيتون والغابات والأحراج. تحدث عنا أيضا وزير وزير الزراعة أعطى أرقام أكبر وقدر خسارة القطاع الزراعي بمليارين ونص، لأن بعتقد ما وصلنا له. في عنا خسارة بالقطاع الزراعي هلأ بدنا نشهدها، أنه بهاي القرى الحدودية يعني بعيطرون وحولة وبليدة وغيرها بتبلش زراعة التبغ، فإذا ما قدرنا نزرع هلأ خلال هذا الشهر راح الموسم، يعني في خسارة بملايين الدولارات على المزارعين بهاي القرى، لأنه المقيمين هونيك التبغ هو عصب الحياة الاقتصادية عندهم، فإذا ما قدروا يزرعوا نتيجة الحرب إنه هني مش موجودين مع تراح الموسم صرنا بخسارة أكبر وأكبر. بالتالي إجمالي الخسارة وتوقف الحركة الاقتصادية بقرى الجنوب تقدر الخسارة المباشرة ب 350 مليون دولار، يعني طبعا المنازل المدمرة المهبطة البنى التحتية الطرقات تقدر والأحراش بتقدر ب 350 مليون دولار، هاي الخسارة المباشرة لحرب الجنوب. برجع بقول لك في حدا بيقدرها بالمليارات، بس انا عم بحكي حكي علبي بناء على الاحصاءات اليوميه اللي بنعملها، بناء على ما تنقله وسائل الاعلام، بناء على ما ياتي في قرير تقارير قوى الامن الداخلي وما تقوم اللجان باحصائه هونيك، وصلنا لهيدا الرقم. وبالتالي بعدنا اذا بدك برقم قادرين على تحمله، لكن في حال استمرت الحرب وتوسعت بنصير بمحلات اخرى، لانه اليوم في مزروعات في حيوانات مثلا كان لازم يتم الاهتمام فيها ما عم يتم بالشكل، وبالتالي ممكن هيدي تنفق وتموت، بالتالي بنكون عم نخسر ثروة حيوانية. كذلك المنازل اليوم وقت اللي أهليها بتركوها على أساس تركوها لأسابيع أو لشهر أو شهرين، وقت اللي صاروا هلأ 7 أشهر في إشياء بتتعطل لوحدها بهالمنازل هيدي، بتصير بدها كمان صيانة، بتصير في كلفة إضافية. بدي انتقل إذا بدك من الخسائر البشرية حكينا عنها، الخسائر المادية المباشرة بالجنوب، لنحكي عن الخسارة الاقتصادية الإجمالية. نحن رح نحكي عن الخسارة الاقتصادية، ولكن بدنا نحكي كمان شوي صغيرة بالنسبة لبعض المنازل. ذكرت 1700 منزل دمار كلي، 1500 دمار كبير، و 4000 دمار بسيط وصالحة للسكن. مسألة هذه الخسائر نحن نتحدث فيها عن منطقة تحديدا جغرافيا ممتدة من وين لوين؟ عم بلشت من النقورة لشبعة، يعني كل المناطق هذه، كل المناطق الحدودية عم تتعرض لك، حتى داخل حتى غير حتى المناطق داخل على يعني عمق شفنا تقريبا ما في عمق، يعني شفنا اول شيء شفنا بعلبك، شفنا ب ب ب بغازي هذا الموضوع فقط على الجنوب، لا كل هيدي المحصورة، بس هونيك بيبقوا بيت اثنين معدودين يعني، اما في احياء ببليده بعيطرون بحول احياء بكاملها دمرت، بس اذا بنحكي والله مثلا بعلبك عم نحكي عن بيت عن موقع، اذا بنحكي بالغزيه عم نحكي عن معمل سيوت، اذا بنحكي بالنبطيه عم نحكي عن بنايه، يعني بالمحلات الاخرى عم نحكي عن 1 2 3 4، بس بهديك القرى لا، عم نحكي عن مئات في شوارع في احياء بدامرها بكاملها دمرت، عم نحكي عن بنايات سقطت، عرفت كيف؟ فهذه تشمل كل ما طاوله العدوان الإسرائيلي سواء في البقاع أو الجنوب المنطقة الحدودية أو حتى المناطق الثانية بطول مثلا بنبطية بالغازية، هذه هي. نعم أستاذ محمد شمس الدين، كباحث في الدولية للمعلومات أي أسس تعتمدون عليها للوصول إلى هذه الأرقام، خصوصا أنه طبعا الأماكن نحن نتحدث عن مناطق حدودية لا يمكن الوصول إليها، كيف طبعًا تقدرون؟ نحن نعتمد أول شيء على ما يأتي في تقارير قوى الأمن الداخلي، ما يأتي في اللجان اللي عم تمسح هونيكي وقت اللي بيتسنى لها سواء مجلس الجنوب أو غيره، وعما يأتي في تقارير المراسلين الإعلاميين عن دمار يصيب هيدي الأحياء وهي المنازل وهي القرى. فبالتالي عم نعتمد على 3 مصادر لحتى نقدر نأمن هيدي المعلومات اللي بتصور هي قريبة من الصحة. هي مش تقريبا نحن عم نتحدث عن 80% من دقة المعلومات، لا وأكثر، و90% و95%. إيه هلأ بالموضوع الزراعي يمكن ما في دقة بعد لأنه ما حدا قدر يمسح، بس البيت تقدر تعرف تهبط ولا ما تهبط، عرفت كيف؟
والناس عم تقدر تروح وتشوف. بالحالة عم يكون في خوف لأنه دائما القصف عم يكون إذا مش عم يستهدف منازل عم يستهدف هذيك الأماكن، فبالتالي يمكن الأضرار الزراعية ممكن نكون كتير متحفظين قدام أي رقم قبل ما تصير في حدا يمسح كل شيء صار. يعني مثلا سمعنا اليوم عن القنابل الفوسفورية اللي بتلوث التربة وبدها سنوات، هيدي كمان ما بنقدر نحسمها إلا ما ينزل ويشوفوا شو أثرت بالتربة ومدى تأثيرها الآن وفي المستقبل. فبالمجال الزراعي يمكن احنا كتير بعاد عن الواقع، بس بموضوع الشهداء بالموضوع الأضرار المادية المنازل والمؤسسات لا، احنا بنكون كتير قريبين من الدقة. ذكر محمد شمس الدين، مقارنة ربما مع مواجهات سابقة هذا الرقم يعد يعني نوعا ما قليل بسيط؟ لا، نحن إذا بدنا نقارن مع 2006 طبعا هذا رقم بسيط طبعاً. جدا لكن مع المناوشات اللي كانت تحصل لا يعتبر سابق. طول هاي المدة لأنه ما كان في حرب دلة 7 أشهر عم بحكي طول هاي المدة وانتشارها على عدة مناطق، بقول أنه بعده ضمن التوقعات، عرفت كيف؟ لكن طالت الحرب لأشهر تانية وتوسع نطاقة بيصير عنا حديث تاني، ما بنقدر نتوقع شيء، بس هلأ عم بحكي ضمن المعطيات الموجودة. نعم أستاذ محمد شمس الدين تحدث عن 350 مليون دولار طبعا من خسائر تقديريا مباشرة، ولكن الاقتصاد اللبناني في الأصل هو اقتصاد منهك، كيف يتأثر هذا الاقتصاد بالحرب المستمرة؟ عمليا كمان برجع بقول لك ما فينا نعرف على وجه الدقة كيف تأثر الاقتصاد اللبناني. في أحد الوزراء طالع قال الخسارة 10 مليار دولار اللي هو رقم كتير كبير. أنا لحتى أوصل لتحديد الخسارة اعتمدت على التالي. نحن اليوم الإحصاءات والدراسات بتقول الناتج القومي 22 مليار دولار سنويا، يعني تقريبا 60 مليون دولار يوميا، أوكي هذا الناتج تبعنا. طبعا قبل الأزمة كان 50 و58 مليار، هلأ عم نحكي عن هالرقم هذا. فنحن أخذنا عينات من المؤسسات الفندقية السياحية المعامل المصانع الشركات كله سوا، بالأيام الأولى للحرب تراجعت الحركة بنسبة 20 و25%، بعدين رجعنا نزلنا إلى 10 أو 15%. يعني اليوم حركة المطار القدوم مثلا تراجعت 25%، بعدين صارت متراجعة 10%. في محلات تراجع بعد أي وضع مثل ما هو، في محلات زاد، في محلات تراجع. لذلك قدرنا الخسارة اليومية هي 10% من الناتج القومي تبعنا، يعني ما يوازي 6 مليون دولار. 6 مليون خسارة يومية غير مباشرة للاقتصاد. يعني اليوم مثلا في ناس بطلت تعمل هاي الشغلة، في شركات كانت عم تركب طاقة شمسية وقفت، تراجع أعمالها. فهذا الركود يمكن يكون بنسبة 10% من الحركة الاقتصادية، بعد ما كان 25% بالأيام الأولى لبدء الحرب. إحنا عم نحكي عن خسارة يومية بستة مليون دولار. إذا عم نحكي عن اليوم 200 يوم يعني عم نحكي عن 1.2 مليار دولار، يضافوا إلى 350 اللي هي الخسارة المباشرة، بنصير عم نحكي عن 1.550 أو 1.600 مليار دولار. هذا الرقم الموضوع. هلأ طبعا برجع بقول لك الوزير حكي عن 10 مليار اللي هو رقم كتير كبير، بس الخوف أنا أنه هاي الحرب في حال استمرت بالصيف رح تكون الخسارة أكبر، لأنه في حركة استياف بتجي توقف كل هذا. في مؤسسات بالجنوب تعتمد على هالأربع خمسة أشهر من حزيران لأيلول، فإذا سكرت يعني خسرت. في ناس بدون يجوا من بيروت يطلعوا على جنوب، في ناس بدون يجوا من أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا يطلعوا على جنوب، كل هيدي الحركة بتتوقف. لذلك أنا بقول في حال نحن استمرينا في أشهر قادمة أخرى ستكون الخسارة أكبر، لأنه بنكون عم نخسر موسم سياحة على مستوى لبنان ككل وعلى مستوى الجنوب. اليوم في كتير ناس يمكن بدون يجوا بالصيفية، بس هلأ بصير ضربي ما بصير ضربي، بسكر المطار ما بسكر المطار، عم يترددوا انه يجوا، خصوصا بتطلع الاخبار انه في تشويش على الطيارات وغيرها. فكل هيدي العوامل بتأدي انه نكون يمكن قدام موسم اصطياف غير واعد، وبالتالي خسارة اكبر واكبر بالاقتصاد اللبناني. سؤال سريع لأن الوقت شرف على الانتهاء أستاذ محمد شمس الدين، كيف السبيل لتعويض كل هذه الخسائر؟ هل هناك إمكانية لذلك؟ ما السبل؟ هلأ طبعا الدولة اللبنانية غير قادر على التعويض، حتى الأضرار غير قادرين على تعويضها. ما بنقدر نعرف، حزب الله بده يدفع، بده يصير في تسوية، ترجع يعيدوا الأعمار من خلال دول قطر، السعودية، الإمارات، وكالة التنمية الأمريكية أو غيرها، ما بعرف لحد الآن. هلأ هذا الموضوع منه هاجس، الهاجس الأساسي هو وقف الحرب والعودة إلى البيوت والمنازل، على أن يكون موضوع الإعمار هو ملف تالي. المهم اليوم السلامة، وقف النزوح والعودة إلى البيت والدار
لأنه فيها أمان واستقرار خصوصي لكبار السن اللي تركوا بيوتهم وعلى أساس يأملوا يرجعوا له. وبعدين إن شاء الله بنرجع نحكي بموضوع الأمر. نعم أستاذ محمد شمس الدين، سريعا فقط لأذكر بعض الأرقام ويمكن تصوب لي إذا كان في خطأ فيها. 379 هو عدد الشهداء المسجل، 1200 هو عدد الجرحى المسجل، 90500 نازح، بين 1300 نازح موجودين في سور بالتحديد، والآخر رقم الآخر ما تبقى منهم طب هو عند الأقارب موزعين في مناطق جنوبية. نتحدث عن خسائر مادية وزراعية تقدرها تقريبا ب 350 مليون دولار. طبعا الخسائر الزراعية قد تكون أكبر ولكن المادية تقريبا محددة بهذه النسبة، ونتحدث عن نسبة دقة تفوق 90% كما ذكرت محمد شمس الدين. أما بالنسبة للاقتصاد اللبناني فالخسارة تقارب الملياري دولار، لنكون المليار ومئتين، مليار ومئتين نعم، 6 مليون دولار يوميا على مدى 200 يوم بتكون مليار و200 مليون، مليار و200 مليون دولار، ليصبح المجموع مليار و550 مع بعض 100%. تمام، شكرا، شكرا جزيلا على هذه الأرقام وعلى هذه الإحصائيات. طبعا ستكون لنا عودة، نتأمل أن تتحرك كما ذكرت أستاذ محمد شمس الدين. نشكركم متابعي النهار والنهار العربي، وإلى حوار آخر. شكرا لكم. شكرا.